أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: هذا تنبيه على كيفية بناء المرة، وهي المصدر الذي قصد به الوحدة من مرات الفعل باعتبار حقيقة الفعل لا باعتبار خصوصية نوعه. أم تنبه عادة لشوين إذا أجر أبا أربط أبو بلام درسي سطح حفظي لدرس كان شرحي تسريفي تفتازاني برحمة إخوابي لهر شوين إذا أجر تنبيهك ديت أو تنبيها أجر دارك النوايا بالنسبة كمال بابت كوال لو بيش باس كلاون كجي خويتي أم بابتش بلين بو بابتان إضافة بكرت لپیش دا که مثلا باس اسمی زمان کرا اسمی مکان کرا طبیعتا ام لمانه دا ومزا باس اسمی آلت کرا باس شوینی مکانی فعلکا باس زمانی فعلکا کاتی فعلکا باس او آلتو ام رازانی کوا فعلکی پی انجام دادره و امزا بحث مناسبه لیره دا اوش اوه که بلين فعل كواقع دبي تشنجر يا فعل كواقع دبي نوعي فعلك باشا كأمانا لواقع دا لقل اسم زمان ومكان وآلة وقت يتيكل دبي بابتك كامل دك أجاد الله تنبيهن ما بس يبوي هذا يعني ما خبر منتدائك مزو أما تنبيهك أقادر كرنويك لسر تشونيتي دروس كدني مرت مرت شيئا وهي المصدر الذي قصد به الوحدة من مرات الفعل. مصدرك كما بس ذكريب بو مصدريا وهي المصدر الذي قصد به الواحدة من مرات الفعل. مصدرك كما بس ذكريب قصد ذكريب بو مصدريا يقدانا لكرتكان فعل لو مراتانا لو تنجاريك فعل درزوا يقداني بيما بزده لو تنجاري كفعلك واقع دبيت كقرار واقع دبيت يقداني بيما بزده بيت نك تنداني جاء ما باعتبار حقيقة الفعل باشا لا باعتبار خصوصية نوع أما مرة كبمشيوي باعتبار ناولوكي فعلك نك باعتبار تايبة من دي نوع اقل فعلك شون كولو بدوادت أو إشارة ببابتك كمصدر وقتك توب مطلق نحن هر مصدري بيضلما في المطلق شيء بيضلما أحر أويك لنحو داخلين دمانا مصدر بمطلقي ده كلا تسيبش تأكيد أو كليل ده لان صرف إيش ما بينيا مرة نوع باشا لبر أو أجر مدلولي مصدرك معناه مصدرك زياد نبو لمعناه فعلك كعامل تيدا أو بتأكيدة وكو ضربته ضربا وأجر زياد بو لسر معنى فعلك كعملي تيادك يا دلالة كديني لسر عددا لسر جماري فعلك كو مرة وكو ضربته ضربة باشا إيه يا بفتحيفة ضربة يا أود دلالتك لسر هيئة باشا إيه زود شاكا كدلالك لسر هيئة إتلو كاتو بشي بونوعه آها بونوعه جا ليرا كندا مستنيب ديه أم دبابة بو إما تاوتيوك هم مرتك هم نوعك كا ديه بيلم رجاية و كاركا كامل كاو بابتكان بروكوتاي برد باشا زورتاك جا ما بس مشتاك تان ارسكم يك لحظة اكار ويدوزم بلا Thank you.
بله. بله. لیره دا شعر مصنف هر امنده گوت فرموی اما تنبیه که لسر بنای مرات شارح فرموی مرات مستره که قصد کری باو مستره یک دانه لو کرتانه که فعل واقع دبیت با اعتباری ناوروکی فعلکه نك باعتباري تايبة من دي نوعك باشا ايه اولا بد اوي لكاتيكا باشا او كرتانا كفعل تنجار واقع دبن جاري وايا بجوري حقيقة جاري وايا بجوري او تايبة من ديانا باشا كتيكل بحقيقتك دبن وكو هيئة وكو نوع باشا لبر أو باعتبار حقيقة الفعل ذره يعني أجتو ناوروكي فعلك لنظر بجري أم مرة مصدرك كقصلتك لو جاراندك كتنجار قصلو يكجاردك لتنجاركاني كفعل واقع بوا باشا بلام ردك يجاري ويا تایبت من دی نوعی مرتک لنظر دا جیره باشا مثلا تو دلی جلست و جلستا حسابی ظاهر لوی که تکی پیوه هر یک جاره بلا نوع یک مخصوص مبسته لوی دا جلست و جلستا و جلست و جلستا هر یک یک معنی دا یعنی تو یک جار دانشتی بلا لجلستا دا لواقع دا خصوصیت نوع یک تیکل بو بحقیقتی فعلکا که یک کار دانش نکیا، اما چی تکه باید کار دانش نبا؟ که یک کار دانشتن بلن دانش نکه، دانش نکی تایبد بو. دانش نکی تایبد بو، دانش نکی مخصوص بو. اما نکته کی زور ظریفه که لطفتازانی و جوان انبابته بیلا مانه. و هی المصدر الذي مستريك مرت كوا قصد به الواحدة من مرات الفعلي. ما بس دبید بو مصدریا یک دانه لو چند جاری فعلکه یک جار یعنی که او مصدری لگل دابو یعنی ام فعل جاری گروی داو که کتر ضربت و ضربتن یعنی بیس جار و سی جار و پین جار و شدن یک جار روی داو جا اما باعتبار حقیقت الفعلی ام مرتک بمشه و درست دبید باعتبار ناوروکی فعلکه ناوروکی فعلکه چونه حقيقتي فعلك تنجر وداوته بمستر يقدر نزار المبسطة لا باعتبار خصوصية نوع نك باعتبار تايبة من دي نوعي وكبوم عرس كدن اما مستر ايش كمان هي هر اير بحثية كان لركان دا ام مستر لركان دا هر مبسط في يقجار ايوش دا واقع دا باشا اا يقجار بلان او يقجار نوع مخصوصة تايبة من ديكي خوي هي باشا وكو كعرزم كده مثلا طولي جلس في جلسة لواقع ده هر يك دانشنا بلا او يك دانشنا خصوصيتي نوعية كتايبة تمنية كلواقع ده جاء اوانا او لتعريف اما ده تتدلوا باشا مصنف الرحمن الفرمي المرة من مصدر الثلاثي المجردي تكون على فعلة بالفتح مصدر مرت لثلاثي مجرد لسر وزن فعلتي دبي بفتحي فعل فعل تقول ضربت ضربة في السالم باشا يعني إلى فعل سالم ده وقمت قومة في غير إلى غير سالم ده أي ضربا واحدا يجري وقياما واحدا يعني أم فعل كحستان وليدانا يجر أم إشكراو باشا إيه وقد شذ عن ذلك أتيته إتيانة ولقيته لقاءة ولقيته آوى لقاءة والقياس أتي ولقيتنا البتة أما دبويا مثلا أتيته أتية بابلان كذل إتيانة مثلا كذل لقاءتنا ما الشاز لو أخذ كذل سوزني فعلتي نهاتوا دبويا دل هندي ذار شاز دبي لو وزني فعلتي أتيته إتيانة ولقيته لقاءة عرضي خوش إيسان كم قياسك دل الله تبقى قانونك دبويا أتيته إتيا أتية ولقيته لقاءة بلان كواني أو الشاز فاشان والمرة مما زاد على الثلاثة رباعيا كان أو ثلاثيا مزيدا فيه تحصل بزيادة الهاء
مستری مرد لوانی کوا زیادن لسی حرف جا رباعیبن اوی که زیادن لسی حرف یا سلاسی مزید به رباعیان کانو سلاسی مزیدن فیهی مستری مرد لو فعلانی که زیادن لسی جا چر رباعیبه و تلاس سلاسی مزید فیهی به تحصل بزیادة الهائی التي هی تا اتانیسی الموقوف عليها هاء في آخر المصدري عرضي خوش ويسان لكم حاصل ده بديت جي بزياد كدني هائك أو هاء لأصلاتي تأنيسة كوقف ذكر عليها لسر أو تأي تأنيسة بهاء لآخر مصدرك كالإعطاءة والانطلاقة والاستخراجة والتدحرجة أو كاتدلي أعطيته إعطاءة أو تدلي إعطاءة انطلقت انطلاقة استخرجت استخراجه مثلا او كيف شرب شيء تدحرجت تدحرجه تدحرجه جاءك وقف السركت يكذبتها جهاز الحكم في الثلاثي المجرد والمزيد فيه والرباعي كلها الا ما في تاء تانيث منهما اي من الثلاثي والرباعي ام حكم كاخركي مصدر مره تاء بي وب باشا للثلاثي مجرد للثلاثي مزيد فيه ده ولرباعي ده هر هموي بس ثلاثي بمجرد مزيد يوا أم حكمة دبيت كوا آخر كي أو مصري مرات تيا دقيت بعشا جا ثلاثي مجرد مزيد وتربع يكان همويان إلا ما هتاولتي إلا ما فيه تأو تانسي منهما مجر أو بشيان كوا بعشا مجر أو بشي كواتي مجر إلا ما أو مصري وكوا لو دا چه ببیت تیتا نیز ببیت اه زود چاکا جا اگه خوی تیتا نیستیابو من هما ای من السلاسی و رباعیی فا انو انکان فیه تا او تا نیستی اگه تیتا نیستیابو فالوصف فیه بالواحدتی لو دا وصف دکره فیه لو مصر دا بواحد یعنی مصری مرتکا وصف دکره بواحده اگه خوی تیتا نیستی پیو بو باشا جاء او كات دلي اصل عباره كزنجاني الا ما في تاء تنس منهما عمل بوشه ود باخر كي تد ب او مصريه مجر او مصريه تي تنس تي ابي منهما الثلاثي الرباعي جاء او كات سلبت فالوصف فيه بالواحده واجب وصف لو مصدر دا بواحده واجبين دبتو ناتواني بتي تنس مصدر كي اتفاق كي چون كوتي اصل مصدر كي بلام او كات توديني تدكي لفظي واحده بكار ديني كلفزي واحدة البكار هنا أو مرتك بوتواود بيت إهزار شاكر أو اللواقعدة دبت قاعديك جشتي زار شاكر بلى جاء وقتك قولك رحمته رحمة واحدة لبل أو رحمة خويتي تانيسي في ويدلي رحمة واحدة ثولتي باشان دحرجته دحرجة أها واحدة ثولتي قاتلته مقاتلة واحدة اطمأننت طمأنينة واحدة بوصف واحدة مثل مرتك تكمل دبت باشان والمصادر التي فيها تاء تانيسي والمصادر التي فيها تاء تانيسي فيها قياس وسمعيون أو مصدرانك لو أن داتي تأنيسيا هل لو مصدران دا قياسيه وصناعيه فالقياسي مصدر فعلل وفاعل ومصدر فعل ناقصا ومصدر أفعل واستفعل أجوفين أو بشك لمصدر كان قياسي نتي تأنيسيا بيويا بوي كذا لي توليت حالي بيو لغرت ساو تابير مصدر فعلل دحرجتنها مصدر فعل مطلق يعني أو تلبت أو سالم بلوكو مثلا مقاتلة باشا مصدري باب تفعيل أغنى قزبة زكاة تسكية ضحى تضحية أو مصدري باب إفعال دبوكو إجابة إقامة بتاء ومصدري باب استفعال دبيت استقامة أها أجوفينك أجوف من لباب لأجوف ده بلا والسماعي أو مصدري كسماعية باشا وتيت أنيسي تدايا نحو رحمة ونشتة وكدرة أأمان أمان السماع وعليك بالسماع لما ندتو وظيفتك واتبك تتبعك باشا تتبعك بو أويك والأبواب سلاسية هاتوا عرزي بلايخون كم وكو مثلا كراهية غلبة وسرقة وبغاية وزهادة ودراية رحمة ونشتة وكدرة أأمان الواقع
يتر أما تو دبت التبع كي أرزي بلاي خو مكم لواقع الناس الأمر ذا بودنيا جاتو تبكي تيبيوني باشا يعني أما سرانا خوان هن أجر أما سرانا تيام بيوبو خوتو تيبيوناني وقت بمرت أمانة ينان وصف واحدة من بوديني بويا كمصنف فرمي فالوصف بالواحدة واجب إلا ما في تأو تنزم أجر أو مسألة تانيس تلاب منهما لثلاث إلى أربع أجر تلابو فالوصف فيه وصف فيه لو مسترد بواحدة دبب مرتك إتياني أو كاتا تدرز نتيج كيبيوني وشوكا دودانتيك ودبت مثلا رحمة ناتواني بلي رحم رحمته رحمة ونابع بوي وصف واحدة يبو بكاديني شوكا واحدة تعبير دداتواني لو يكجاريا لأنجام دانو لواقع بني فعلك إيه تغو أو مستري مرة والفعلة بالكسر أم جاء ومتن زنجاني للنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمة الطعمة والجلسة دلو يبنى منه أيضا ما يدل على نوع من الفعل ودرس ذكر منه دبارة هل فعل باشا دبارة اشتك دلالة دكالة لسر نوع أجل فعل باشا يعني لم أم مستريك أبمشي وجنابيا باصي لك أما كيس باصي مستري مرة ما كر على مصدر إيش كشمان هيك أم مصدر إيش تي إيش نوعة لذلك أنا دا بحث لا أو دكات تيبي ضمن لنوع فعل كدكات باشا هرتشن جاء البتوا من هو بو أو دكتو عفو بو فعل كناتو بو أو با أو بو ثلاثي مجرد وغير مجرد هرهموي بلى على ويبنى منه دروز ذكر لثلاثي مجرد دوبارة باشا أرزي براي خومكم أيضا هلوكو مرة لدو الذكرية ما شتيك دروز ذكرية مصارك يدل على نوع من الفعل كأميان دلالة دكا لستشي لسار النوع أقل فعل باشا نحو ضربته ضربة أي نوع من الضربة يعني نوع لدانك وجلست جلسة نوع دا أي نوع من الجلوس نوع الدانشتنك باشا جاء فأشار إليه مصنف إشارة البوا بقول فرمي والفعلة بالكسر للنوع من الفعل فعلة بكسر أي بكسر الفاعي بنوعك لفعل بفتحة بمرة لفعل بفتحة بمرة لفعل بكسر بنوع لفعل تقول هو حسن الطعمة يا والجلسة أي حسن النوع من الطعم باشا إذا تاكا والجلوس يعني أم كسا جوانا حسن التعمية خوش خوراك بكردي لي خومن دبيت أوا باشا يا خوش خوراك يعني جوان دخوا خوارنكي جوانا يا دانشنكي جوانا أوا وقال المصنف رحمه الله تعالى جاء ألان أجر أوا وصعقد بايا باشا باش تربو شنك لبر أوا أم فرمودي مصنف كليل دا لشرح هادي دا وشارح لنقل دكا لواقع دا بيتشواني أوانيكا شارح لتفسيري دا أم فرمودي زنجانيا ديلا باشا عرزي بريخون كم باجواب أواوي لنبا بيتا قال المصنف إيساد الله وقال المصنف مصنف يعني زنجاني فرمتي في شرح الهادي لشرح الهادي دا زنجاني برحمة دي متنكي نسيوه تيكال بصرف نحو بناوي الكافي خوشي شرح كردوا الهادي في شرح الكافي بشرح الهادي مشهورة كتابك زور تايبتا من صالانك زور بدواي دا هالودام كتب إشكلاوة بداخلك زور قرغلان وجير منكوتو مخطوطكين دي ومشتكي سير الواقع يعني إنسان لذتي تايبتي لدبيني لو كتابها برحل مصنف فرميتي برحمة بلا شرح الهادي لا المراد بالنوع ما بز بنوع شيب مصدر نوعي الحالة التي عليها الفاعل أو حالتك فاعلك إلى سلال لأنجام لاني فعل كذا تقول مثلا هو حسن الركبة إذا كان ركوبه حسن وقتك سواريك جوانبت يعني أن ذلك عادته في الركوب يعني متكلم بقوليك ديلي باشا متكلم أمك وقتك كبتي هو حسن الركبة ما بسيتي كأن ذلك آأوى يعني أو ركوب حسنة كأم هيتي عادته في الركوب أما ديدن عادة نريتي أو لسواردة
وهو حسن الجلسة وادلي يعني أن ذلك لما كان موجودا منه صار حالة له لكاتك أم جوان دانشنا لو دا موجودة وهي دبيت حالتك له بوتي بو أو كسايا إيه زوت شاكا يعني وقتك كأوي كدايا أيوانيا بو أو كسا كبوشي ويا بو دبيت حالة يعني كسا كأو حالتي تدايا لواقع دا إيه زول باشا يعني لو هو كده بيتو دشيتو بو شخصا كذا دا دبيني او دبيت سي بيضلا مرجعك حكمي لواقيده چون كباسي كسر دكتك كاوايا يا فاعلك يا شخصك فرق هناك ومثل العزرة لحالة وقت الاعتزال يا عزرك مستدى بو او حالتا ككاتي عزر هنانا يعني مثلا عزر هنانا وكي شويك ك بوي بو تعادتك صورتك تايبت كبويا مثلا بو مسألة تعمل ذلك يا مثلا هو القتلة للحالة التي قتل عليها قتلة بو كجراوة دا قتلة كوا لحالتك تايبت بخويدا مثلا لسري كجراوة والميتة للحالة التي أميت عليها يا ميتة بو أو حالتك كوا لسري مردوة لسو حالتك مردوة ذو البشر هذا في ثلاثي المجرد أما كلس وزني فعلة الثلاثي مجرد الذي لا تأفيك وكباس ما كتيت يعني به تخيط وزني فعلة المسألة نوعيك وأما غيره بلام غير ثلاثي مجرد باشا فالنوع منه كالمرة بلا فرق في اللفظ مرتك باشا مرتك غير ثلاثي كباس كلا دبيت تندى دبيت ثلاثي مزيد فيه رباعي ثلاثي كوا تيت دابت باشا يعني أمانة دكتوراني غير أوي كباسكلا ثلاثي مزيد رباعي كانوا ثلاثي مجرد كش كتيت دابت دكتوراني دلا وكو مستري مرة دوايا بلا فرق في الذي ببه هيت فرق للفز ده باشا يعني أجا تيبيو بخطو تيبيو ناني أيوانيا جا هذا في ثلاثي المجرد لا تأفيه أو لثلاثي مجرد كتيت يعني أما غيره أما غير ثلاثي مجرد كوا خلاصي كلام كتيت يدا يا غير ثلاثي مزيد يا رباعي كان فالنوع منه كالمرة بلا فرق في اللفظ نوعك لو غير ثلاثي وكو مصدر مرض باب بفرق للفظ ده باشا والفارق القرائن الخارجية أوش كفارقة أو قرينانا أو بلغا خارجية كان قرينة خارجية كان كوا جاكته باشا تقول ضل رحمته رحمة واحدة للمرة أما ديارة بلان كوتر رحمته رحمة لطيفة أو نحوها أما ديارة يا مثلا رحمته رحمة مثلا بليغة بفرز باشا أو لنعيب ونوحا يا كذا دحرجته دحرزة واحدة أما بو مرة ودحرجة لطيفة ونحوها مثلا بو نمونا أو بوشيا بو دحرجته دحرزة واحدة أو بو مرة كوتيش دحرجته دحرزة لطيفة وويني أو دلي بوشيا مثلا حسنة يشتشاوا أو بوشيا بو نورا يا وانطلاقة واحدة للمرة انطلقت انطلاقة واحدة أو بو مرة يا كوتير انطلاقة حسنة يا تزام قبيحة أو غيرهما يا غيري أوانا بوتياب ونوعا إتلا سر أو توبرو بباقيك باقي كان كشهر بوشيون يكزر فرق تداني لأبواب مزيدو تسلاسي ترباعيك فرق هناك حال بوشيو مثلا تأبوشيو درويت إيه والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاب أما وشتك أقبية مودوا ويدوزم نظرم داخل بيدوزمو ينا أرزي براي خونكم أم نسخيك ومن باسماكر أم نسخيك ك معتمد ابن طولين بو ابن طولين بو برحمد بي كالآخرين نسخة كده إجازة أيوشي لسلب بو خاونكي علاء الدين علي بن صدقة الصيوفي بو برحمد بي بل أولا كاتبكي دقيق ها كاتبكي دقيق نازانم چه آیا هر او خویتی یا نه نازانم باشه بلان پیم خوش اوی
اخریکش تن بو خوینم بله 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 والله استنای دو زمانه بلان آیا او فقیه ابن طولون نسویتی نه بلان لآخری ام نسخه داده والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب بحمد الله وفقنا لإتمام الكتاب وعصمنا من الزلل والخلل والإضطراب ليلة الخامس عشر من شعبان شوي بانزي شعبان ماضيا كروشتو تند 930 من هجرتي أفضل بني عدنان باشا يعني صالي نوصدو سي هجري نسلاوتان يعني تاريخي أم نسخة استي 1443 باشا أجر عفو نا كارما بيستينيا ما بس ما باله نوصدو بله نصدوسي ماضيا 930 أما صالي نصدوسي أجا كمي وكي لصالي وفاتكي تفتازاني كبقشتي دلن حوصدو نودو يكي كوشي و صدوسي و نصال دواي تفتازاني أم نسخي النسرا وتواني وابن طولون برحمد به لإجازة كاكبو أو بياوي نسي وكإجازة بيداوا دلي وأجزت له أن يذاكر فيه من أحب من الطالبين على الوجه المشكور عند العلماء المعتبرين بحق روايتي له كذلك عن الشيخ أبي بكر باشا محمد بن محمد العوفي أو لا يخندوتي ابن طولني وليقتوا لا يخندوتي أيش عن المحقق على الدين البخاري أو كفقيه كي ممتاز تفتازاني بوم عن مؤلفه إجلاء نصركي على الدين بخاري فقيه كي زور ممتازي تفتازاني بوم مؤلف كتفتازانيا وتويتي با على الدين بخاري على الدين بخاري وتويتي واني با الشيخ أبو بكر محمد بن محمد العوفي أو وتويتي واني با شيء بابن طولون ابن طولون يقول تيتي واني بو علي بن صدقي السيوفي اتلي بولا من اقام لينيا من اوش مهم لكو تا امتبه دا وكو اجازة امتبه منيا من بداخ وزوزر بداخ چاك اجازانم لخواه بزابي والان وكو اجازة صد خوزقه من او شرفم بيا ببرايا اجازم ببايا تالقش توصل تبتازاني والان نيمة من امتبه نخلن دوم لفقيتيا بلان لفقيتي ايما هرچي حول من دا هاوار من دا كورا بخاتي خو امتيا بمان بي بلان كس بينا دوتين جابا او توزي وخوي نوزا او تام بودالم ماضيا 930 من هجرة افضل بني عدنان صلى الله عليه وسلم وقد باشا صينت عن الحدثان وذلك زمان اشتغالنا بتحصيل العلوم العربية وقضاء الوطر من الفنون الادبية فبلغنا بفضلك غاية المرام بحق محمد وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام رحمتي إخوة لنو سربي ورحمتي إخوة لو فقي ابن طولون بي ولا ابن طولون بي ولما مصاكي بك أو عوفية ولما مصاكي بك على الدين بخارية ولما مصاهر هميان علامه جوراه ترتازاني هزار رحمتي خويلي يا ربي بداخه وما وشرف ما نيا كي اجازه كتبه كمان بي واقل هر شويه كيش بزانم كسي اجازه انكتبه هي با معتمديه چتر وسترتازاني هر بو شرف دنيا وقيامتم اجازه كي ودغرم لخدمتي اتمني لمن شكوله تربيه جوله تربيه فرق هناك بلا منو خويندنو كخويندو نم خويندو خوم خويندو متوا من لفقيتي زور ما هولدا لجام المقدمات كاتا ام كتابه بو كيس شرحا حزمان بيد كلك بلان هرشي تماشا منك جرام بو هيش ما لي هلا دكران بهر كسيك ما دغوت اي او بو نان دزاني اي دان زاني نزان والله بايمان نغد بدخل اما وشرف ما بين بركه بخير لفقيتي
لانی که ما کی من هستیم و ولی خدمت فلان ما مستخرن دونه. اتی جب زار خدمت شیخ خوندی که کیف خویتی، وقتی دمان تو انشته کلی بکن ولان است من نمخندو. جاوی من بارحال امتیاب خوندو توانه تحقیقی کی باشم نصر کدوم و امتیابشم شرح کدوم تایر که آن گشتو تا 107 درس و اگر بدلی خون باید بو اوی طولانی نباید سیتیل درسی که به اضافه ده بو بلان لبر او بازور کاتی او برزانش نگلی که جویل ده گرن لسو 7 درس ها تاو ما کردوا مقدمه کشم بو دانا و که او بجماری درس دام نناوا لأولو هر صفر ملی داوا و پاشان ام کتیبه شرحکی تاو بو سرتاکی له ولیر بو لبیلم نما کیبو بلان کوتاکی بسالی لای خومن سالی هتاوی امرو 28 مانگی گلاویجا 28 گلاویجی سالی 1400 کوچی بلم هتاوی او که تاریخ کل ایران معتبره بوی کسانه کبزانه 28 5400 و بسالی میلادیش دقیقا امرو 19 مانگی هشتی سالی 2021 سرتاکه و کوتاکی لشاری هولیر امو کتیفم شرح کردوه و زوریشی البتا پیو من دوبم لواقع دا بلا ام نسخه تحقیقه که کریمه کاتی خویل تاران پیش دا وکو باسم کدوه لمقدیمه کدا بسن هوکاری وازم لهنا لو شرحی پیشو لهشتاو حو درسابو هشتاو پینج بدو یعن نوع اضافات وشد بو بلان ام جاره که شرح مکدو تو لصو حفده درز دا خواهی گره توفیق داو ام خصمتم کدو انشاءالله ایوش جویلی بگرنو اوی که بوتان دکره حتی دتوانن تیاورو ورنم تیبه متیبه براستی کتیبه که زود زور تایبه تا و پرپره لخیر و لبرکت لخواه دا پارین و خواهی گوره لزانه گوره و بلیمتی گوره تفتازانی خوش ببیو یکی لو کسانه که بردوام دعای بخیری با کم تفتازانی و منتی بسر همو امتی اسلامی دا هیا یکیان لوانه که منم یا ربی خواه لی خوش ببی و خواه درجات عالی بفرمویو لأعلا علیین دا قراری بدیتو لخزمت پیغمبری گوره دا حشدی بکیتو صلی اللہ علیه وسلم و لخزمت خوشویستانی خوتا دای بنیتو و خدایا اوی چاک و خیر و رحمتا بو او پیاوی بنیری بسر یا برجی بسر روحی مبارک یا لعالمی برزخا پی بگینی او دعا خیلانی من یا ربی خوایا لخوی و لدائک و باوک و لخزم و اقربای خوش ببی لهم او کسانی که دوریان بو و کاریگریان بو لسری و زحمت تیان چشاو و لواقع دا دوریان بو لپیگان دنیا او ذات مبارک دا یا ربی خوایا وک برکت خصوصت ناو کتی بکانی و زیادی بخیر ناو کتی بکانی و او برکت زیادر بی و خوایا توفیقش بی امب دی امش امانتک للامان زایی نکین و باوشی وی کوا توپید خوش ایمش بیگینین باو کسانی که با دعا ایم دادینو و لدعا ایم و دبنو هیوا دارم اوان لیم باشتر بن زحمت بچیشن قدری ام علم بزانن بفی روی ندن یا ربی خواهی گورا توفیق بار همو لایک من داو همو لایک تان بخواهی گورا دست بیرمو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.